رئيس الوزراء يشارك في قمة الاتحاد الأفريقي حول إسكات البنادق نيابة عن الرئيس السيسي. الأهلي يتوج بكأس مصر لكرة القدم للمرة 37 في تاريخه. موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة، حيث ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي ستتناول كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين. ومن المقرر أن تتضمن الزيارة كذلك لقاءات للرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الفرنسي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، فضلا عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى. اجتمع الرئيس السيسي أمس مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق لمتابعة مراكز الخدمات المتكاملة لشبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية. المزيد في سياق هذا التقرير. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة مراكز الخدمات المتكاملة لشبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس بإنشاء منظومة مراكز الخدمات الخاصة بالمحاور على نحو يتكامل مع المشروع القومي للطرق الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك لتوفير كافة سبل الأمان والراحة للمواطنين من مرتادي الطرق وتحقيق عائد استثماري واقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة في تلك المراكز، وكذلك توسيع طاقة التنمية بالاستغلال الأمثل للأراضي على جوانب الطرق والمحاور وعلى نحو يتسق مع الامتداد الحضري والعمراني الذي تهدف إليه الدولة. وفي هذا الإطار عرض السيد اللواء مجدي أنور الموقف التنفيذي لتطوير الخدمات الخاصة بالعديد من الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية وتطوير الأراضي المحيطة بها خدميا واقتصاديا واستثماريا. أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لحضور قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية 14 حول إسكات البنادق عبر تقنية الفيديو كونفرنس. نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات حول وقف دعم البطاقات التموينية للمستفيدين من مبادرة ما يغلاش عليك لمدة 3 أشهر قادمة. من جانبها أكدت وزارة التموين والتجارة أن الدعم التمويني مستمر دون تغيير لكافة البطاقات التموينية بقيمة 50 جنيها لكل فرد شهريا، موضحة أن الخصم المقدم ضمن المبادرة هو دعم من الدولة ولا يتم استرداده ولا علاقة له بالدعم الشهري المقدم لأصحاب البطاقات التموينية، حيث يقدر بقيمة 200 جنيه لكل فرد على البطاقة التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للأسرة يحصل عليها المواطن كخصم إضافي على قيمة شراء منتجات المبادرة. أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس عن خروج 133 متعافية من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 103324 حالة. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 431 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلهم عملية للفيروس، لافتة إلى وفاة 18 حالة جديدة.
توج النادي الأهلي المصري لكرة القدم بكأس مصر على حساب نادي طلائع الجيش في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية بركلات الترجيح. ونجح الأهلي في الحصول على اللقب للمرة 37 في تاريخه والأولى بعد غياب استمر 3 سنوات. ويبقى الأهلي أكثر الفرق حصولا على لقب كأس مصر برصيد 37 مرة بفارق 10 ألقاب عن الزمالك والذي نجح في الحصول على البطولة 27 مرة، ثم الاتحاد السكندري والترسانة بستة ألقاب. مشاهدينا انتهى موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة.